لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله وكل عام وانتم بخير، ويا رب عيد مبارك عليكم وسعيد، والأمنية الدائمة الأمن والأمان والاستقرار وحكم رشيد. مجلس حكم وجمعية وطنية وخمس برلمانات بعد 2003، وبعدنا نرجع لأوامر بريمر وقرارات لكيانات منحلة وقوانين عمرها 50 و60 و70 سنة. مو تتفاجئون من تعرفون بأنه بعض أوامر بريمر ما زالت سارية المفعول حتى اليوم. يوميا نسمع مطالبات بإخراج القوات الأجنبية وتحرير العراق من قيود الأجنبي، بنفس الوقت نشوف صمت غريب ورضا واضح بالتشريع الأجنبي. عندكم علم أن التظاهر والتجمع السلمي في العراق محكوم بأمر من بريمر، وأن مؤسسات رسمية مهمة تنظم عملها بأوامر بريمر، دمج الشركات وتعديل الشركات والدين العام كل هاي نظمها بريمر بأوامره. قانون الأحوال الشخصية عمره 65 سنة، قانون العقوبات عمره 55 سنة. هاي ما عدا الآلاف من قرارات المرحلة السابقة قبل 2003. يعني قوانين والتشريعات صايرة من كل ذي رقعة، فوضى كبيرة بالتشريعات. ممكن هذا الشيء يصير بدولة هستوها صايرة، بس ما تصير بالعراق اللي نتغنى صاحب شريعة حمورابي. ترى والله واقفة، يعني ما أعرف شنو تفسير وجود أمر لسلطة احتلال موقع بريمر ولحد هاي اللحظة مكتوبة عليه ساري المفعول. لو قوانين تشرعت قبل أكثر من نصف قرن وبعدها سارية المفعول دون مراعاة لتطور الحياة والمجتمعات، وين دور التشريع بالعراق اليوم؟ شنو سوت البرلمانات المتعاقبة؟ إيش وقت تصير عندنا منظومة قانونية متطورة تأخذ بنظر الاعتبار كل تفاصيل المجتمع؟ ليش صار البرلمان عندنا يجيد كل شيء إلا التشريع؟ هسه يقول لك ها أنت جاي تمس بالسلطة التشريعية. يا بس السلطة التشريعية شرعوا، هسه مو اسمكم سلطة تشريعية وكل شيء ماكو؟ ليش بالصفقات والمناورات والتعطيل وكسر النصاب ما حد يلحقكم؟ ومن تصير السالفة يم المصلحة العامة ما حد يشوفكم. هي واحدة من الاثنين، لو هم فاهمين الموضوع غلط، لو احنا جايين نطلب منهم ونكلفهم اكثر من طاقتهم. اذا مشروع او مشرع ما يعرف شنو دوره فهاي مصيبة، لا والله نكبة مو بس مصيبة. واذا الموضوع يمنا بس خلي يجاوبونا على السؤال التالي: شلون دولة ديمقراطية مثل العراق ما زالت تحكمها بعض أوامر بريمر وقرارات الحقبة الشمولية وقوانين ما بعد الملكية؟ رحب بكم من جديد، أناقش هذا الملف اليوم مع سيد نادم كنا عضو مجلس الحكم السابق. حياك الله سيد نادم، وكذلك سيد ماجد مشباه أستاذ القانون في الجامعة العراقية. حياك الله سيد ماجد، وكذلك لازلنا بانتظار سيد عبد السلام برواري عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. أستاذ نادم، حضرتك عضو مجلس الحكم السابق، من أنت تباوع حسه على قوانين أو تراجع على دائرة من الدوائر وشوف هاي الدائرة لا زالت تحكم بأوامر بريمر، تمام؟ شي انتابك أول شعور انتابك شنو؟ ترتاح، فرحان، تفرح إنه هاي بأوامر الحاكم المدني الأمريكي، لو تنزعج؟ لا بالتأكيد هذا تقصير كبير من الدورات البرلمانية اللي أنا عايشها. يعني آسف أن أقول، يعني إحنا كثير من الأمور باقية مو من زمن بريمر، وإنما من زمن الملكية، وإنما من زمن قاسمي وزمن النظام السابق اللي هي قانون العقوبات 111 مدري جات،
وتعال حتى بزمن بريمر، بريمر لم يكن شخص يقرر قوانين، وإنما كان حواليه مستشارين قانونيين انتقالا من فترة الحكم البعثي الاشتراكي إلى فترة حكم تعددي على أساس وديمقراطي واقتصاد السوق وإلى ذلك. فقوانين بريمر ليست قوانين بريمر، وإنما قوانين الانتقال إلى المجتمع الديمقراطي والدولة الديمقراطية والتعددية وغير ذلك واقتصاد السوق وليس الاشتراكي. فهذه هذا التقصير تفضل به، هذا حقيقة، لكنه مو كلها سيئة، ولا حتى في زمن النظام السابق كلها سيئة. يعني بريمر بريمر كان داير مدار مستشارين عراقيين ويسمع من عندهم؟ نعم عراقيين واجانب، وهناك يعني خبرات دوليه كانت حواليه. مثلا انت تفضلت على قوانين مثلا لحمايه التجمع السلمي ولا التظاهر ولا غيرها، هذه نزلت بعدين صارت جزء من دستورنا، مو لانه بريمر، لانه هي شرعه دوليه من ماده 14 بالدستور الى ماده 36، يعني تقريبا 30 ماده دستوريه كلها حقوق وحريات. لا لكن هل عملنا بها؟ كلا. لا ما جينا نحكي على الدستور، دستور واضح، لكن هسه تروح للمحاكم يحيلك على قوانين وبعض القوانين كلام هي صح، لكنها مقرة دستوريا ايضا. شو علاقه مقرة دستوريا؟ لكنه ما رجعنا امر بريمر ما مقرة دستوريا. اسمح لي، احنا امر بريمر وامر علاوي، دكتور ايات علاوي كانت تعتبر هي سلطة تنفيذية والتشريعية في آن واحد، مرحلة انتقالية. شو اسمها سلطة الائتلاف شنو؟ نعم صحيح. المؤقت. كلام صحيح. صح. لكن مع ذلك هذه مو اجت يعني هو كتب كيفه، مثل ما كان يقول النظام المقبور هذا الحكي اللي نقوله يكتبوه يصير قانون، لا. كان اكو يعني خبرات عراقيه زائدا اجنبيه، فكان تطلع هذه القرارات والقوانين، لكنه العيب فينا انه ما طورناها، ما صارت باسمنا، احنا صدرنا قرار يمكن شويه زايد شويه ناقص، مو بالضرورة هي كل ما قالوا ذاك الزمن 100% صح. فهذا التقصير نعم، ليش؟ لأنه بعد التغيير إحنا صرنا كتل. هسه بريمر شنو من البين صار له 20 سنة وإحنا نمشي بقوانينه؟ بس قل لي بريمر شنو؟ قوانين العهد الملكي والقاسمي. لا لا دا دا لا لا نيتشة هسه نيتشة قوانين مثلا يقول لك أكو دولة، هسه هذا دولة أوامر أوامر شخص، مو أوامر، اسمه أمر، لكن قانون قوة القانون كما كانت المادة الفقرة أليف من مادة 42 دستور مؤقت النظام صدام تعتبر بقوة القانون قرار مسقية الثورة. زين. بقوة القانون ثلاث أرباع القوانين كانت هي قرارات مسقية الثورة. زين. لا ينظر دعاوي دهس تقع خارج خط العبور لمجرد واحد من تكريت داسو دهس لواحد من عبيد. فيعني هم كانت قوانين لكنه قرارات مسقية الثورة. فهالقرارات مال برايمر كانت قوة القانون، وهكذا سيد علاوي إلى أن جينا. جاي تربط أستاذ ونادر. لها قوة القانون. جاي تربط العهد الملكي وعهد جمهوري في ظل وجود دولة كاملة مستقلة، وبعهد رجل جاء خلال فترة ست شهور سنة قلب لك أو قلب لك العراق قلب نهبه وسرقه وسوى به كل شيء، وتالي متالي نمشي بأوامره، وين صاير هاي؟ مو أوامر، هاي قوانين بقوة القانون المفروض تراجع جميعا، تراجع وتقر كعراقيين اليوم عندنا برلمان. لكن إذا الكتلة الفلانية كسرت النصاب وثم هي رجعت وغيرها كسرت النصاب ومشغولين ببعضنا فايتين ببعضنا سنة شيعة كردي عربي، هاي نتيجتها. زين خلينا نشوف استاذ ماجد، لو فكرنا عراقيا وطنيا وكنا مع بعض ما كان صار هالتعطيلات وما كان صار هالتاخيرات. صار لي كم شهر انا ما عندي رئيس برلمان، كلها من وراء هاي المناكحات عفوا اقول يعني الخصوم، خصومات اللي مو اساسها وطني ولا قومي. بس هاي بيها ماده دستوريه قانونيه انه لا بالعكس خرق لا لا. خرق الدستور خرق كله. الدستور هذا غير بحث، اذا هذا راح يدخل بغير بحث. احنا اقول لك هي لا نشوف. انت اذا انت عطلت نفسك لا تنتظر مني خير. خلي اشوف استاذ ماجد، استاذ ماجد الاوامر اللي خلينا نقول صدرها بريمر هل ترتقي الى مستوى القوانين ام لا؟ تفضل. نعم حياكم الله، تحية طيبة لجنابك الكريم ولضيفك الكريم، وكل عام وأنتم بألف خير، والشعب العراقي والأمتين الإسلامية والعربية بألف خير. الحقيقة مسألة التشريعات، يعني دائما وأبدا التشريع هو ليس ملك للحاكم أيا كان الحاكم، وإنما التشريع ملك للشعب ويصدر باسم الشعب. فسواء كان التشريع في الزمن الملكي في الزمن الجمهوري، إذا كانت هناك سلطة تشريعية
محترمة لنفسها ولاختصاصها، هي دائما تكون متابعة ومراجعة وتعدل القوانين وتبدل القوانين بما يتناسب مع تطور الحياة وتعقيداتها. هذه منتهين منها. أوامر سلطة الائتلاف، أوامر الحاكم المدني، هي أصبحت جزء من منظومة التشريعات العراقية بفترة مؤقتة، وهذه الفترة فترة استثنائية. بريمر إجا بموجب قرارات أممية، لأنه الدول المحتلة التي احتلت، وبالمناسبة سميت يعني بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بموجب قرار مجلس الأمن 1483 دولتين محتلتين. هو دائما وأبدا يتكئ بقراراته على هذا قرار مجلس الأمن، ولكن في الحقيقة وسأعرض أمام حضرتك وللشارع العراقي وثيقة من أخطر الوثائق على الدولة العراقية، وصار 20 سنة احنا ساكتين عنها بصراحة. جاي لك بالحديث، يعني هو شرع قوانين خاصة بالتجارة وغيرها، بصراحة سبق حتى جماعتنا الموجودين أقول لك إياها للأسف الشديد، بموضوع تحول العراق من الدولة الاشتراكية إلى اقتصاد سوق وقوانين تجارة وما شاكل ذلك. لم يستطيعوا القابضين على صنع التشريعات في العراق من زمن بريمر ولغاية الآن أن يكملوا هذه المسيرة ويتحولوا بالعراق من دولة اشتراكية قابضة. شلون حضرتك مثلت لها مثل جدا دقيق، كل رقعة منين؟ من قوانين اشتراكية، قوانين بريمر، قوانين بها نفس اشتراكي، وسياسة العراق التشريعية سياسة بصراحة بحيث ما تقدر أنت نفسك كمواطن ما تقدر تنظم معاملاتك وفق أي تشريع ومركزك القانوني المستقر. 20 سنة جاي لك بالأخطر، عوف لي ذني كلها، عوف لي كل هذا. أنا أريد أستثمر الوقت وأعرض مع حضرتك وثيقة من أخطر الوثائق. الكل الآن يتكلم على مسألة سيادة العراق، السيادة سواء كانت السيادة الواقعية أو السيادة الاقتصادية. بعض القادة المحترمين بدون ذكر أسماء يتكلموا كثيرا عن سيادة العراق على اقتصاده. اسألني عن الأموال العراقية، راتبي وراتبك ومستحقات الفلاح وأبو شبكة الحماية وكل المواطنين العراقيين، كل فلس من هذه يدور بالوضع العراقي هو موجود تحت حيازة، تحت الحيازة الواقعية للبنك الفيدرالي الأمريكي. شلون وصلت هاي الفلوس للبنك الفيدرالي الأمريكي؟ طبعا هذه أعرضها مع حضرتك، هذه لائحة تنفيذية رقم 2. قبلها هو يصدر أوامر ويصدر لوائح تنفيذية الحاكم المدني، ويصدر اختارات يسميها وإعمامات توجيهات، مجموعة من الوثائق. بالوثيقة الأولى أعطى لنفسه سلطة أنه جميع القرارات واللوائح التنظيمية التي تصدر من الحاكم المدني لها العلوية على القانون العراقي. لها العلوية على القانون العراقي، بس أتمنى أكون يعني تسمعني وتطول بالك وياي. هاي اللائحة الثانية، اللائحة التنظيمية، خاصة بشنو؟ خاصة بصندوق تنمية، صندوق تنمية العراق. صندوق تنمية العراق، هذا صندوق تنمية العراق أقر بموجب القرار 1483 بال2003 قرر إنشاء صندوق تروح العائدات، عائدات النفط والثروات الطبيعية بهذا الصندوق. لكن هذا الصندوق مرتبط بمجلس استشاري دولي ومرتبط بمستشارين دوليين وتحت حيازة البنك المركزي العراقي، البنك المركزي العراقي. الحاكم المدني صدر هذه اللائحة التنظيمية، صدر هذه اللائحة التنظيمية وبالمناسبة نافذة لغاية الآن. رسالة إلى مجلس النواب العراقي، أنتم تتكلمون عن إرجاع الأموال، إرجاع الأموال من البنك الفيدرالي ترى مشرع بقانون، وهذا القانون بعد نافذ. زين، شرع بريمر هذه اللائحة وأنشأ صندوق بناء على، طبعا مخالف لمجلس لقرار مجلس الأمن، أنشأ هذا الصندوق بموجب هذه اللائحة وربط هذا الصندوق بالبنك الفيدرالي الأمريكي. البنك يعني بقى مرتبط بالمجلس الاستشاري للأمم المتحدة، المجلس الأمن ومستشارين دوليين، ولكن وجود عين الأموال كودائع في البنك الفيدرالي
الأمريكي. بهذه اللحظة اللي صدر بيها بريمر هذا القرار، أعتقد كان الرئيس جورج دبليو بوش صدر هذا القرار اللي يسموه جماعتنا بعدهم يسموه حصانة الأموال وغيرها، صدر قرار هذا قرار الطوارئ أنه الأموال تكون تحت يعني موجودة ومودعة في البنك الفيدرالي الأمريكي. عودة على ذي بدء أنه هذا القانون من أخطر القوانين اللي شرحها بريمر. بريمر الآن قوانينه نافذة على مؤسسات ونافذة في التجارة ونافذة في تحرير التجارة، كل هذه لها ما لها وعليها ما عليها. لكن الأموال الموجودة، الأموال العراقية الموجودة، أموال عراقية هي قائمة على أساس أوامر بريمر، على أساس أمر، على أساس لو سمحت أستاذ هشام، والله معلومة وهي مهمة جدا، أوامر بريمر. وأتحدى شخص مختص أو قابض على سلطة أيا كان نوع هذا السلطة اتكلم بهذا الموضوع. هسه ما أدري جهلا، ما أدري خوفا، ما أدري، ما أعرف شنو الموضوع، ما حد يمر بيه ولا أحد يتكلم بيه بالألفين، ولا حكومة من الحكومات، ولا حكومة من الحكومات قالت لبريمر أو الآباء المؤسسين اللي الأستاذ يعني نتشرف بوجوده بيناتنا، الآباء المؤسسين اللي هم صنعونا التغيير، ما سألوه يعني هذا على أساس شنو أنت صدرت هذا القرار وخليت الفلوس ودائع وين؟ وين كانوا الآباء؟ ودائع في البنك الفيدرالي الأمريكي. وين كانوا؟ كان 20 سنة صار. آباء المؤسسين وين كانوا؟ موجودين، موجودين، جاي لك بالحديث. بس ملتهين. جاي لك بالحديث. بعد ذلك شنو اللي صار؟ بعد ذلك. ما باقي لهم. لو سمحت. بعد ذلك. بس لفت نظرك. هسه الأموال العراقية موجودة بالبنك الفيدرالي بموجب أوامر هذه أوامر بريمر، اللا أحد تنظيمية رقم 2، وأتمنى أكون غلطان، يا أعضاء مجلس النواب، يا رئيس مجلس النواب بالنيابة، أنا أخوك دكتور ماجد مجباس مسؤول عن كل كلمة أقولها، وهذه القرارات أنا مختص بالقانون العراقي والإنجليزي، وهذه القرارات ساحبها بالنسخ العربية وبالنسخ الإنجليزية. السكوت عنه شو تبرره؟ جهل؟ لو عمل هو بالحالتي خلجيلك. احنا بالقانون العراقي ايضا اوجهها للسلطة التشريعية، بالقانون العراقي نظرية الخطأ الجسيم تتساوى مع نظرية الغش، يعني بالقانون العراقي اذا ارتكبت خطأ جسيم وانت شخص مهني بالسلطة التشريعية او استاذ جامعي وارتكبت خطأ جسيم بمهنتك، هذه تنزل منزلة شنو؟ تنزل منزلة الغش. انا حتى من ترجع لي بالدور بالحديث بالمرة الثانية ما راح اغادر هذه اللائحة لان ما كملت حديث بها بصراحة. هذه ما قبل الاتفاقية اللي أبرمت مع الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا. طبعا أقول لك إياها، بريمر تجاوز سلطته الممنوحة إلى بموجب قرار مجلس الأمن، وتستطيع الدولة العراقية إذا كان أكو شخص فعلا يريد يحرك مسؤولية بريمر أن تقاضي بريمر أمام مجلس الأمن لتجاوز سلطاته. تجاوز سلطاته هذا الرجل وخلى الأموال وين؟ إحنا الآن مشكلتنا الاحتلال الاقتصادي أخطر بكثير من الاحتلال ماذا؟ من الاحتلال العسكري. بالألفين وعشرة طبعا هسه تسألني تقول لي شنو دور السلطة؟ أرجع لك فد لحظة إيه؟ بس أنا بس سؤال، هسه هذا من يقدر يلغيه؟ هذا الأمر من يقدر؟ جاي لك، أحسنت. اللي حل محل هو كان ذائب بشخص السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. اللي حل محله بالسلطة التنفيذية رئيس مجلس الوزراء، واللي حل محله بالسلطة التشريعية مجلس النواب. منو اللي المفروض يلغي؟ إما أن يصدر قرار لأنه الأموال جميعها لا تتحرك إلا بأمر الحاكم المدني حصراً، اللي حل بمحل الحاكم المدني كسلطة تنفيذية رئيس مجلس الوزراء، وهاي رسالة العموم رؤساء مجلس الوزراء اللي تسلم. يعني بريمر من صدر هذا الأمر كان أنه بصفته رئيس سلطة تنفيذية وتشريعية من صدر هذا الأمر، من صدر هذا الأمر اثنين الاثنين جاي لك. المفروض منو اللي يلغيه كقانون هذا؟ انت يعني احنا حكي بالاعلام نريد نحرر اقتصادنا ونريد فلوسنا ترجع من امريكا، منو يقدر الغاه؟ امريكا ما لها علاقه بهاي التصريحات، امريكا تقول لك الغي لي هذا القانون. منو يقدر يلغيه؟ السلطه التشريعيه، مجلس النواب تلغي هذا القانون. وشلون سكوتها؟ خل اقول لك الاخطر من هذا، سكوت مجلس النواب العراقي عن
إلغاء هذه اللائحة التنظيمية مخالف لقرار مجلس الأمن رقم 1956 السنة 2011. شلون اسألني؟ هذه رسالة مرفقة بنفس اللائحة، هذه رسالة مرفقة بنفس القرار، قرار مجلس الأمن لسنة 1956، قرار رسالة صادرة من رئيس مجلس الوزراء بال2010 اللي هو السيد نور المالكي، رسالة أخطر بيها مجلس الأمن إنه يابا ترى هذا صندوق أحكيها باللهجة الدارجة، صندوق مجلس العفو صندوق تنمية العراق، بعد إحنا مو بحاجته إنه الدولة تعافت وكذا وأكو حوارات جانبية مع الولايات المتحدة الأمريكية صارت إن اتفاقية وما شاكل ذلك. صدر مجلس الأمن هذا القرار بإلغاء بإلغاء إلغاء صندوق التنمية، إلغاء صندوق التنمية. خلي هذا وهذه الفقرة بالمناسبة النص ماخذة باللغة الإنجليزية وباللغة العربية. هذه الفقرة خمسة، جميع الأموال الموجودة، طبعا هي حكومة السيد المالكي طلبت خلال ستة أشهر حتى نرتب وضعنا بال2011، قال هذا إمهالكم إمهال أخير، يلغى صندوق تنمية العراق وتنتقل كل موجوداته وكل وضعه للجهة الخلف اللي هي الجهة الخلف منه البنك المركزي العراقي. هذا الحكي اللي احكي لك اياه شو وقت وتلتزم الجانب العراقي يلتزم واختار مجلس الأمن شنو اللي سويته، يعني لغيتوا هذا الصندوق، انتقلت الأموال للجانب العراقي لغاية الآن، لا الأموال انتقلت للجانب العراقي ولا الجانب العراقي أخطر الجانب الأمريكي بضرورة تنفيذ هذا القرار اللي هو قرار مجلس الأمن يا معودي، ولا السلطة التشريعية خطت خطوة على مر المراحل خطت خطوة لتعديل لإلغاء هذا القانون العفو، هذه اللائحة التنظيمية، لائحة بريمر اللي رهنت راتبي وراتبك ومستقبل أجيالنا رهنت تحت المزاج الأمريكي. ولا شنو السلطة اللي تخلي الولاء هسه يقول لك الدولار؟ والله يا أستاذ راح أرجع لك على قضية الدولار، بس هذا الموضوع باختصار أنه هو حصرا يم مجلس النواب بإمكانه إلغائه بإمكانه نفذه. هو إذا مجلس أمن أرجع لك عليه، إذا مجلس أمن قايل لك يلغى صندوق التنمية وما حد يطبقه، تريد مجلس النواب الآن يطبقه إذا تم تشريع مثلا فقرة إلغاء هذا اللائحة وهذا الأمر؟ شلون تصير سيد على اقتصادك وعلى أموالك إذا أنت الخطوة الأولى؟ ليش تطلع لي بالإعلام وتقول لي ضرورة إرجاع الأموال من البنك الفيدرالي؟ أخي الأموال ما ترجع بالحكي ولا ترجع بالتصريحات، يعني ما عندنا سيادة الأموال، ما عندنا سيادة طبعا الأموال راحت بقانون، القانون خلاف قرارات مجلس الأمن لو يذراع باجتهاد من الحاكم المدني خالف سلطته وبقرار. أنتوا شلون تقبلوا الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تقر بسيادتكم المطلقة بموجب الاتفاقية وتقبلون قانون الطوارئ اللي مشرعته أمريكا بداخل حدودها يسري على العراق؟ شلون يعني نقدر احنا نشرع قانون الآن ويسري على السعودية لو يسري على إيران؟ ماكو يعني بكل الأنظمة القانونية ماكو، اللهم إلا إذا كنت تحت الوصاية لهذه الدولة. هو دائما يقول لك الدولة سمع بالدول، هاي بالعلوم السياسية درسوها، الدولة التبعية والدولة المنقوصة السيادة والدولة الكاملة السيادة، فهذا اللي جاي تحدث فيه مو مال دولة كاملة السيادة واقعا لكن قانونا كاملة السيادة. اي لكن من تحت الطاولة هي تبعية لها وصاية من الولايات المتحدة عليها، وصاية من الولايات المتحدة الأمريكية، صح؟ شو تريد تفسرها؟ واقعا من الناحية ارجع لك على نقطة انه اذا تم الغاء شنو الضامن حتى يتم الغاء فعلا مو بس فقط على الاوراق؟ استاذ ينادم هسه هذا اللي جاي تفضل به استاذ ماجد يمكن نقطة من النقاط اللي ما مكتشفة حتى اللحظة، تمام؟ غير العديد من الاوامر اللي لا تزال لحد اللحظة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. مو بالضبط هالشكل، لا مو مكتشفيها، اكو جانب انا حي مغطاها خوش تغطية، لكن اكو جزء اخر ما متطرق اليه اللي هو القانون الامريكي له العلوية حتى قرارات الدولية مطلقا. لا حاليا هالشكل، لا تسمح لي؟ لا تسمح لي لو يذراع استاذ، تسمح لي بخدمتك والله والله بخدمتك مو اقاطعك. ايوه والله اسمح لي، لانه شوف امريكان الحرب على العراق اللي صارت
دمروا كل البنى التحتية، خسرنا مئات المليارات الدولارات، ولكن الجنود الأمريكان اللي قائمين دعاوي وشركات الأمريكية والكويتية والدنيوية كلها تريليونات الدولارات احنا مديونين. لو ما الحماية بأمر من رئيس الأمريكي على هالأموال، المحاكم الأمريكية قاضية قضاء. هذا الجندي الأمريكي يقول لك أنا بعد صرت عقدة نفسية بالعراق. العراقية تتحمل. لا شنو يبقى يا جابك؟ اسمح لي. سوي ينضرب هاي النظرة. خلي أحكي لك. أنا صار عقدة ما أقدر أنام. أنا صار مدري إيش عندي مدري شنو براسي. فكلها مليون دولار وخمسة مليون وعشرين مليون ومئة مليون تريليونات مديونين لهالدعاوي الكذابية. أنا سميت كذابية. إحنا ولا عراقي قام دعوة على أمريكا. ولا عراقي راح بالدعاوي بالمحاكم الدوليه خلينا نسميها او الوطنيه، انه عراق دمرونا نريد تعويض. كل سياسي ودفعنا 55 مليار. اسمعني اسمع بهاي، كل سياسي يطالب باخراج القوات الامريكيه من العراق يروح يقيم دعوه على الولايات المتحده الامريكيه. على كل يقيم مفترض اتهم نفسه واحد ماكو باعتبار انه شركه مجلس الامن. انا دفعت 55 مليار للكويت نتيجه مشاكل النظام السابق. زين وهكذا تريليونات لازم ندفع 20 سنه نفط ما نغطي هاي. ارجع لي هسه يعني انت جاي تقول القانون الامريكي لازم نرجع له العلويه. نعم على حتى يعني على كل شيء. شنو هذا؟ دا اقول لك هالشكل. انت قلت على القانون الدولي دعم. نعم ليش هم سالوا الامم المتحده من غزو العراق؟ ليش هم سالوا الامم المتحده من قرارات الدوليه اللي صارت بحق الاسرائيليين لصالح فلسطينيين ليش نفذوها؟ ليش اوكيناوا لحد الان صارت 65 سنه وغيرها؟ شنو عندنا في حكم الغاب؟ ما ادري هاي حقيقه. ما اقول لك اياها بل عمليا احكي لك الى علويه. عمليا الى علويه. فالرئيس الامريكي ملزم سنه مره واحدة بالسنة يوقع على حماية بالتجديد وعدم تنفيذ قرارات محاكم الأمريكية ضدنا بالتجديد. كل سنة لازم يوقع الرئيس الأمريكي مرة إنه حماية الأموال العراقية اللي هي يعني هاي ربطها باللائحة شنو؟ لا باللائحة أنا أتفق، لكن لازم تروح على مثل ما تفضل الأخ ماجد، تروح على تشتكي على خرقة لقرار مجلس الأمن بداية كدعوة رسمية، مو بس رسالة من رئيس وزراء، كدعوة رسمية أمام الأمم المتحدة. مجلس الأمن ألغى تطعن ألغى صندوق التنمية. مو بس يقول لك مجلس الأمن ألغى بقرار. أرجع للأساس. لا 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 مجلس الأمن هسه ألغى بقرار صندوق التنمية. ليش ما حيطبقه هسه بعد؟ إذا أنت يعني شوف يعني دائما يلزمونا من إذن توجعنا. لا مو دولة كاملة السيادة أو لا؟ لا وين كاملت السيادة؟ جنائي. لو كاملت السيادة ما كان عندي أربع حكومات خمسة بالبلد. ليش؟ حكومات منافذ حدودية ما لي علاقة بها لحد الآن. زين. منافذ حدودية جوية أرضية شو تسميها؟ لا ما نقدر نقول حكومات، نقول دويلات. خلي سميها شو سميها سلطات. لا حكومات. سلطات محلية مو حكومات. شو سلطات محلية؟ سلطات إذا نحاول إنه نوحد كل شيء. هسه توفقنا شوية وحدنا الجنسية وحدنا على بعض النقاط الحدودية، لكن بعد النوبر كثير. هسه تركيا على الحدود قواتها داخل بلدنا ما نحشي. يعني هاي سيادة هاي مثلاً. وما نحكي عنها، حرام نحكي عنها وغيرها. فمو بس هاي كلامه صحيح. أول شيء سيادة تكون على أنت مالك وأموالك وإيراداتك، أنت حر بها، من لك حر بها. إحنا صار لنا ساعة من بداية الحلقة حتى إحنا قوانين بريمر ونسينا القوانين قرارات مجلس الثورة المنحل ونسينا قرارات الأنظمة الشمولية السابقة كلها موجودة. يعني حتى قرارات إعدام حقنا ما ملغية اللي كان مصدرها صدام حسين، قرارات اعدام. لا احنا سوينا تغيير اصلا. التغيير هو غير يصير تغيير جذري قوانين وقرارات. انا قلتك بالبدايه قلت لك صراعاتنا الداخليه ومحاصصاتنا سياسه المحاصصه والطائفيه وغير ذلك، هذه اللي ما لها لا اساس وطني ولا سياسي ولا قومي ولا شيء. هاي انا طاغيه على المبادئ وعلى كل شيء. واللي كانوا سميتوهم الاباء المؤسسون اليوم لا عندهم دور ولا شيء. يعني يمكن باقي لك جهتين كرديه فقط لها دور شويه منها مو هالقد. والله ما لكن بقيه لا المرحوم الجلبي لا المرحوم. ما تقول لي واحد من الاباء المؤسسين اللي قال يقولوا ما عليهم ما لهم دور. تمام اذكر لي واحد. لا اقول لك المرحوم الجلبي ما باقي. الاخ العلاوي علاوي ما ذاك الدور الموجودين بالحياه. لا الموجودين ما عندهم دور. لا ما عندهم. لا السلطه بيد ناس اخرين من الداخل اغلبهم. كل واحد من الموجودين من الاباء المؤسسين نعم ما لهم دور واحد. واذا اقول لك السيد العلاوي مثلا
منو يسمع؟ منو هو ده يدعو الى دوله وطنيه مدنيه مثلا الاياد علاء ورحت علي شوف الاياد علاء يا مسعود بارزاني وين له دور؟ ما له دور مسعود بارزاني ما له دور؟ ما له دور لا اله الا الله يعني هذا بدي اشوفه هسه اليوم راح يشارك انتخابات الاقليم يعني ده يلغون دوره والله البارحه الاقليم ما يستلم الرواتب ده يلغون دوره يلغون دوره مين جاي يلغي دوره اكو ناس موجودين الاغلبيه البارحه الاقليم ما يستلم رواتب الاغلبيه اللي هي غالبيتها ما كانت من المعارضه من التغيير غالبيتهم كانوا موجودين هنا الغالبيه بالحكم اليوم ممن كانوا هنا مو ممن كانوا معارضه اسف اقول هذا الكلام هاي حقيقه زين هذا الامر بيدهم اصوات هي الناس اللي ما لها علاقه اليوم بالسياسه هي الاغلبيه بعد هل اليوم هم الحكام هم لهم شرعيه وعادي فلا لا تطلب من اباء الموسيقى اطلب من الموجودين اليوم ماكو لا قاعده ولا داعش بلا يسوق ولا ارهاب ولا حرب طائفيه ولا شيء اليوم هسه وقتهم قبل ليش ما نقول ليش ما نقول من وراء الاباء المؤسسين نعم لا جاي يمرر مثل هكذا تعديل مثلا نعم ولا جاي يمشي اي قانون يتم او اي قرار اتخذه بريمر يتم الغاء مجلس النواب بيني وبينك سميتوهم انتم اباء المؤسسين نعم انت جاي تغيير وانا ما اسميهم لا سميتوهم اباء الشكل والله انا حتى ما اعرفهم بالتغيير نعم 25 شخصيه من 25 12 منهم مؤسسين 13 جابهم بريمر لكن هم كان عندهم شيء من الشرعيه داخليه هم هذول هم مؤسسين جابهم بريمر؟ لا لا هذول شنو؟ لا هم مشجعين يعني مشاركين بالبدايه مثل الحكم لكن بريمر بوقته لا فد يوم سمعنا ولا فد يوم سمح انه احنا يكون عندنا دور هاي حقيقه وكان يريدنا استشاريين الله يرحمه ديميلو زين هذا الكتل هذا كان الدور سمى مجلس حكم بينما مو استشاري اخذنا فقط يعني انت كنت عضو مجلس حكم هيك كنا مجلس حكم لكن ما كان عندنا دور بهذه الامور ابدا يعني كان عنده لا وزاره التخطيط اللي بيها كل الصنوف من قانونيين من اقتصاديين من كذا هم اللي كانوا حكومته يعني انت كنت مجلس الحكم بالشكل يعني استخدم شعبيتنا والله استغل شعبيتنا نعم استغل ليش وافقتوا استغل تاريخنا ليش وافقت انت استاذ نادم يعني غيروها سموها مجلس الحكم لا يعني اكو على الاقل اثنين ثلاثه رفضوا يقبلوها قبت العالم عليهم قب عليهم الهاي انت اذا تقول مجلس الحكم هيك كل شيء ما عليه كل شيء ما عنده لا عنده صلاحيات وبس ديكور انا ما قلت لك بس ديكور لا كان بريمر ينوي ان يكون استشاريا فقط ولكن سيرجيو ديميلو اللي ضغط الامم المتحده صار عنده شويه دور مجرد لكن انا اقول استغلت شرعيتهم النضاليه الشعبيه والجماهيريه 12 منهم من 25 وهذا اللي سووا بينا وسووا صدروا اللي صدروه لكنه انت ما كان عندك سياده فعلا يعني انت تقول على حسب كلامك انه تعتقد بانه بعض القوانين والتشريعات هي مجرد ديكور للايحاء بانه العراق بلد ديمقراطي يعني ما قلت لك بالضبط الشكل لا اقول لك هو جاب قوانين يمكن بسنه واحده قد كل هالسنين اللي احنا 20 سنوات قوانين تغيير من النظام لهالنظام لكن وزاره التخطيط اولا وبعض الشخصيات اللي هي خبراء قانون حواليه هذول اللي كانوا وراء وليس الامريكي ومدري ايش اللي كما يسمونه هسا احنا ليش جاي نعيب على قوانين بريمر وقرارات بريمر وجاي نعيب على نفسنا ونجلد ذاتنا بانه القوانين مال بريمر جاي نستخدمها لحد الان استاذ ماجد والله ما تقول لي ايهما اسمى المواد الدستوريه ام الاتفاقات السياسيه هو يفترض انه الوثيقه الدستوريه هي اسمى وثيقه لاي امه لاي دوله كامله السياده اسمى وثيقه وهاي من نعطيها لطلابنا بالمرحله الاولى نقول لهم هذا السلم القانوني ويقف على اعلى هرم السلم القانوني الدستور وكل القوانين والانظمه والتعليمات والقرارات نرجع بها للدستور اذا خالفت الدستور نصا او روحا فتنضرب بعرض الحائط هذا اللي يحكم بعدم دستوريتها لكن قبل ذلك استاذ هشام اتمنى تسمح لي اكمل الحديث لا تكمله بس جاوبنا عليه نعم احنا جاي نجلد ذاتنا وجلدناها جلده من هاي الزينه اي بس قل لي هسه حاليا جاي نجلدها بقرارات بريمر اي هسه حاليا منو اسمى ومنو اللي يمشي مواد الدستوريه لو الاتفاقات السياسيه لا خلي اقول لك انا قانوني ومنها مو سياسه قانوني لو سمح حسب قوانين بريمر كان لازم يلغى
ولكن لا نلغي حتى نستغل على المزاج. لا حتى نستغل علما ان نذبحها نذبح الارقام. استاذ هشام حلو، يعني استاذن الاستاذ لحد الساعه طبعا. قبل ذلك يعني انا احكي مو بنفس سياسي، احكي بنفس قانوني ومن وجهه نظر مختص ومسؤول عن كتب قانون مفترض. هذا جاي لك استاذ هشام، جاي لك انه هذه الكذبه التي انطلت على الكثير من للاسف الكثير من المؤسسين وحتى هواي من المختصين والقابضين على صنع القرار، كذبه سياده الاموال وحمايه الاموال. قانونا كل شخص سواء كان شخص طبيعي او شخص معنوي، شخص طبيعي انا وحضرتك، شخص معنوي دوله شركات مؤسسات، ذمته الماليه مسؤوله مسؤوليه كامله عن سداد ديونه، مسؤولية كاملة عن سداد ديونه. ذات الولايات المتحدة الأمريكية لا سيادة لأموالها أمام الديون. يعني إذا شخص يقيم دعوة على أمريكا نفسها ويطلب أمريكا نفسها ويريد ينفذ عليها، ينفذ على أموالها، ذا حصل عليها قرار. حتى قرار مجلس الأمن اللي حكى عن حصانة الأموال العراقية، هو شكلا حكى عن حصانة الأموال العراقية ولكن مضمونا تكلم عن نسبة للديون الكويتية، وتكلم عن نسبة للأضرار اللي تسببها إنتاج النفط والكوارث الطبيعية، وتكلم عن نادي باريس وجدولة الديون. بعد أي ديون ومعيب على أي دولة قانونا أحكي مو عرفا، معيب على أي دولة إنه كاملة السيادة يشاع عن هذه الدولة غير قادرة على سداد ديونها أو سداد التزاماتها. العراق قادر على سداد التزاماته، العراق قادر على سداد التزاماته وسدد التزاماته. انت هذا الجواب واضح، ماكو جوابها واضح، جوابها على ردا على السؤال اللي سالت لك اياه. يا هي العلويه المن جاي يصير عندنا الاتفاقات السياسيه لو الدستور مالتنا؟ لا هو انا جاي لك استاذ، دستورنا مضروب عرض الحائط من قبل من؟ من قبل من يشرع؟ هو جاي لك، جاي لك بالحديث اقول لك انه هذه كذبه حمايه الاموال، والقانون اللي صدره امريكا على حمايه اموالنا قانونا احكي مو واقعا، انا افصل بين الواقع والقانون، قانونا ما لها اي قيمه قانونيه سوى هيمنه ولي ذراع على القرار العراقي ولي ذراع على الاموال العراقيه. برضا كملها، برضا مجلس النواب العراقي. هسه مجلس النواب ان كان ولا شنو تفسيرتها؟ هسه مجلس النواب هذه دعوه صادقه من اخوكم، انا رجل مختص اقول لك يا رئيس مجلس النواب بالسياده مع احترام وتقدير لحضرتك، يا اعضاء مجلس النواب انتم مدعوين الان لتشريع، انتم مو تقولون السياده على الاقتصاد العراقي والاموال، ورئيس مجلس الوزراء بزياره قريبه للولايات المتحده الامريكيه، اكو زياره قريبه للولايات المتحده الامريكيه، ادعوا رئيس مجلس الوزراء وقولوا له يابا ترى اموالنا بالولايات المتحده الامريكيه بموجب قانون، وهذا القانون لغاية الآن غير ملغى، وبقاء هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن. لا مو هيك. لا أنا مجلس نواب أصدر لهذا الإلغاء وأصدر قانون وقرار وسلم الرئيس مجلس الوزراء ياخذه ويا الولايات المتحده الامريكيه. صح تمام، هذه اللي اريد اسويها فعلا. ممكن اقول لك استاذ ممكن. استاذ ماجد ممكن انت رجل قانون، ومرات انه تطلع من هذا من تخريجتها تقول تلفها بطريقه دبلوماسيه، تلفها بطريقه قانونيه، بس الواقع يفرض نفسه. انت اللي جاي تفضل به مجلس النواب، انت واثق مجلس النواب قادر على الغاء هذه القرارات؟ لا، هذه رساله، احنا نقدم رساله. انتم اكثركم، انا اسمع من زعامات محترمه والله العظيم، ما ادري يجوز مستشاريكم، يجوز الاخوه المحيطين بكم علما او جهلا ما موصل لكم هاي المعلومه، اقول لكم يا اخواننا بدايه السياده على الاموال العراقيه بالغاء هذه اللائحه التنظيميه اللي جابها بريمر وخلاها برقبتنا وبرقبه الشعب العراقي، يعني مو وفق صلاحياته. انا هسه ما حاجيكم على صلاحياته محترمه، هو اجى بموجب قرار مجلس الامن والتشريعات اللي شرعها بموجب صلاحياته جزاء الله الف خير، قاعد اقول لكم هذه شرعها خلاف صلاحياته ومشت ونفذت علينا، ومجلس الامن بال 2011 صدر قرار بانهاء هذا الصندوق. ليش ما تناشد دوله الليل؟ انهى هذا الصندوق. ليش ما تناشد دوله الليل بلكي تسوي له حل؟
والله احنا القانونيين هاي المسميات ما نعرفها. لا ما علاقه، وزير احد الوزراء ما نعرف. قبل كم يوم قال عندنا دولتين، ما نعرف عندنا دوله نهار ودوله ليل. ما نعرفها احنا هاي المسميات. احنا نحكي قانونا ونقول لكم حتى ما ينخدش خاطر امريكا، والله تردون اكتب رساله والله ولا تخدش خاطر الولايات المتحده الامريكيه، حتى اسالهم سؤال أقول هذا ما شاء الله ملينا وطينا حقه وزياده، وراح اقدم به حلقات اخرى والله تبقى المجلس يعني انا غطيت الموضوع مع حضرتك يعني صوتي لكن لا زال في حديث كثير. راح اعظم صوتي صوتك، وهي دعوه الى مجلس النواب. عمي هذا القرار تدرون به انت لو ما تدرون، اذا تدرون فمصيبه مصيبة كبيرة، وإذا ما تدرون عمي تعالوا مصيبة أكبر. لا تعالوا هذا القرار شوفوا وتبعوا به إجراء واتخذوا به إجراء وصوتوا، بس احنا مجانا طالب إخراج القوات الأمريكية، هذا قرار جاهز حتى تصير عندنا سيادة على أموالنا العراقية. فهذه رسالة مجلس النواب ونضم صوتنا صوت الأستاذ ماجد. الأستاذ ينادم هواي يقولون هسه الديمقراطية اللي احنا جاي نتحدث بها هي وكأنما زي تنكري، زي تنكري، عدم الالتزام بالقانون، عدم الاهتمام بالتشريعات، قرارات بريمر السابقة اللي لا تزال نافذة لحد الآن وهي مخالفة صلاحياته وغصبا ما علينا منفذيها، تمام؟ والله. وكل هاي التفاصيل ويقول لك احنا في جو ديمقراطي ونظام ديمقراطي. هسه الديمقراطية تفرض انه تصحيح البلد، تصحيح مسارات البلد. ليش احنا بالعراق ما جايين نصحح مسارات البلد؟ شوف ديمقراطية يعني كل من يفسر بكيفه، هل هي مجتمع ديمقراطي أم ديمقراطية مجرد على ما توصل للسلطة؟ ما أدري. فقط يوم الانتخابات أنا بيني وبين أحد كبار الأوائل ما أسميهم مؤسسون جدل صار أثناء كتابة الدستور. أنا أقول له مجتمع ديمقراطي، قال ما نسمح بمجتمع ديمقراطي. قال لا هي مجرد انتخابات وشلون يوصل للحكم بعدين يفرض اللي بده. هذا احد انا شاهد عيان يعني موجود، ما اريد اجيب اسماء زين. فصار جدل انه ما يقبل بالديمقراطيه، الديمقراطيه تتناقض مع كذا وكذا وكذا وكذا، ما نقبل بها. تتناقض مع بعض العقائد اللي براسه مع الاسلام اللي براسه تتناقض مع الاسلام، ما يسمح بها لكن يستخدمها مع من تتناقض؟ قرها الدستور تتناقض مع عقيدته هو مع الاسلام. فهو الدستور مالتنا مع الدستور مالتنا يقول احنا بلد مسلم، بالعكس واحنا بلد ديمقراطي، اثنينات الموجودات. الديمقراطي مو مجرد تسوي انتخابات وهاي هاي ديمقراطيه، لا المجتمع الديمقراطي بحزمه حريات وحقوق زين لم يلتزم بها. يعني ما اريد اكررها المواد الدستوريه اللي تضمن. هل تعتقد من المنطق في برلمان بغداد في برلمان العراق ان يصاغ قانون عنصري لهيئه حقوق الانسان؟ وتم ذلك وذاك وبعد موجود هذا القانون، عدل قانون هيئة حقوق الإنسان من أجل أن لا يطلع المسيحي يصير عضو هيئة بعد ما توفى واحد، عدلوه فلازم يطلع من نفس المكون من نفس اللون من نفس المذهب. هذا البرلمان. اي دقيقة شوي سألت الأستاذ. نعم هذا اللي صار. قلت له احنا العلوية لمن؟ العلوية الاتفاقات السياسية وليس لو للدستور. لا 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 حتى شوف في أحد اللقاءات في أمريكا سأل لي احد المستشار الاقدم او عفوا نائب الوزير الاقدم خلي يسميه وكيل وزير اقدم الامريكي ساترفيلد، قال هاو ذي بوليتيسايز ذا ديباتيفيكيشن، كيف يسيسون اجتذاذ البعض. انا اسالك سؤال، بريمر بقانونه يقول بعد كذا لازم يلغى هذا، احنا عدلنا صارت اكسباير مرتين ثلاثه، قال 10 سنين قبل سقوط النظام اللي منتهي لازم هذا يعفى. هسه يعني صار 30 سنه ما دعا فيه، ما راح يخلص. اليوم 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 بالسوشيال ميديا ده نستهدف بعض الرموز بالبلد، ما راح يخلص. اذا ما هي علاقه بريمر ولا علاقه كذا كما تفضلتم السياسي، موقف السياسي والتوافقات السياسيه ده نمشي قانون حسب ما يخدمنا. عرفت شلون؟ سألني أبو الخبير والدستور مالتنا شنو موقعه؟ سألني خبير المفوضين مال الانتخابات قال بدنا نفهمكم شو تردون؟ كتبت على قصاصة قلت له شوف لنا فد معادلة حتى نظل على الكرسي إلى الأبد. ضحك. يعني كل مرة نغير قانون حتى نظل على الكرسي، كل مرة نعدل قانون حتى يخدمنا. يعني مو مشكلة هنا، هذا مو مجتمع ديمقراطي. يعني أنتم ما تصلحون لقيادة البلد؟
يعني انا ما قلت هذا الشيء انت يعني ما اتصلك ساعه تجلد 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 ما بقينا على المبادئ. انتم صالحين لقياده البلد ام لا؟ عفوا ما بقينا على المبادئ اللي اعلناها قبل التغيير. ما ظلينا، وانا مسؤول عن كلامي. طغت المصالح على المبادئ وعلى القيم. يعني مصالح سياسيه، مصالح حزبيه شخصيه ماديه جيبيه، شو تسميها سميها، طغت على المبادئ. وهل الموجودين صالحين لقيادة البلد؟ والله هذا الشعب يقرر مع الأسف، يعني 20% من الشعب هو اللي يقرر. أنت شوف، يعني أنا يعني هناك مساعي من أدهم لكنه كوابح أكثر. هناك بعض الجماعات الحاكمة، حتى دولة رئيس الوزراء حاليا يحاول يخدم، بس الكوابح حدث ولا حرج مثلا. يعني أنت شو تقول أستاذ ماجد؟ الصلاحية وعدم الصلاحية في الأنظمة الديمقراطية، الشعب هو من يقرر. هسه اللي يطلعون 20 جاي لك استاذ هشام، والله الشعب والله تعرفها، والله العظيم الشعب قرر، والله العظيم جاي لك اللي يطلعون للانتخابات 10% 20%، مو هذا حوارنا. اللي ما طلعوا للانتخابات ساهموا بالأشخاص نفسهم اللي ينتقدون. انت اللي ما طلعت للانتخابات، انت نفسك ساهمت بصعود هذا المسؤول القابض انتخابات على السلطة. الانتخابات الأخيرة كان الوضع يختلف. لا أستاذ هشام، بغض النظر عن المشاركة، ولكن أنت أفرزت لك العملية السياسية تحالف أراد أن يشكل حكومة. نعم، الاتفاقات السياسية هي خربت حتى الدستور. لا لا لا، مو هيك استاذ هشام. انت تسالني سؤال قانوني، تخليني اجاوب بنفس القانون، لا بنفس سياسي ولا بنفس اعلامي مع احترامي. بس انت عندك راي سياسي. لا لا، عندي راي قانوني. لا انت عندك راي سياسي. لا عندي راي قانوني، لا قانوني. انا هنا جاي كطبع ماجد الجباس، ما عندك راي سياسي؟ جاي باعتباري مختص بالقانون استاذ هشام، ورأي السياسة احتفظ به نفسي. ليش؟ لأنه أنا قدام طلابي وقدام الناس اللي تسمعني جاي الآن قانوني وأحكي قانوني. يعني مرة ثانية إذا استضافيناك طلعك كمواطن. ليش كمواطن؟ إيه؟ لا قانوني. حتى تعبر لنا. لا أنا قايل لك أستاذ القانون في الجامعة العراقية. لا لا، أحكي قانون. وجاي هنا والأخ السياسي موجود وأجاد وأفاد. بمسألة الانتخابات الأخيرة، نعم الانتخابات أفرزت نتائج، متفقون، ومن تصدروا المشهد حاولوا أن يشكلوا تحالف وفق القانون ووفق الدستور العراقي. الجهة الثانية أيضا وفق القانون ووفق الدستور شكلت جبهة وطعنت أمام المحكمة الاتحادية. وبالمناسبة حتى ننصف المحكمة الاتحادية، الدعوة الأولى لقوى الإطار، الدعوة الأولى اللي هي أهم من الدعوة الثانية مالت اللي سميناها الثلث المعطل، الدعوة الأولى هم طعنوا بصحة ومشروعية الانتخابات وقالوا أنه مزورة وطعنوا بها أمام المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية أقرت. أنت رجعتني على السؤال. لا لو سمحت. لا لا، رجعتني على السؤال اللي ناورتني به وقلت لي هذا راح أجاوبك إجابة قانونية. أي جاي لك، هو جاي لك أريد أجاوبك على نفس السؤال. لا، إذا أيهما أسمى؟ شنو أيهما؟ الدستور أم الاتفاقات السياسية؟ النتائج التي أفرزتها الانتخابات أم ما حصل بعد الانتخابات؟ هو هذا النظام يسمح لك بتشكيل اتفاقات وتحالفات ما بعد الانتخابات، وتروح بهذه تحالفات. منو أسمى؟ بهذه تحالفاتك نفسها. ليش هو أنت، أنا أريد أضم صوت الصوت. هسا أنت تريدني أقول أنه أسمى الاتفاقات السياسية. يلا أسمى. أي جاي. تقول. هو جاي وياك. هسا أريد أقول لك هذه نفسها اللي أنا طعنت بيها، مجرد وجود اتفاق سياسي من قبل الكتل السياسية المكونة لمجلس النواب يلغى. ليش هو مجلس النواب منين؟ مجرد وجود اتفاق يلغى، يصوت عليه داخل مجلس النواب وماذا؟ ويلغى. هذا منتهين منه. هو النظام الديمقراطي يسمح لك بالمناورة السياسية وبالاتفاقات السياسية. إذن حتى السكوت حتى السكوت هو سياسة. سياسة عام كثير، يعني هذا كثير من أبا وعان بتك عين سياسة عام. كثير من المواقف أي كثير من المواقف حتى السكوت كثير من لو تحكي عن خيار وطماطة سياسة. كثير من المواقف حتى السكوت أستاذ هشام، حتى السكوت أيضا ممكن تغلب فيه مصلحة سياسية عليا. زين، أحد يجاوبنا ليش باقين لحد الآن بقرارات قيادة المجلس؟ قيادة والله مهم جدا، وأجاوبك
بس لا يروح واحد يحسبها لي ويقول لي هذا يحكي بالبعث، البعث المحظور. راح تقول لي افضل القوانين التي تم صياغتها. لا 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 جاي لك، لا والله جاي لك. البعث المحظور اول ما قبض على السلطه، اول شيء عمله من قبض على السلطه، سلطه تريد ترسخ فلسفتها، شنو سوى؟ صدر جمع مجموعة كبيرة من المستشارين بسنة 77 أو قبل بال75، قال لهم أريد منظومة التشريعات العراقية بالكامل بالكامل، كل منظومة التشريعات العراقية تسوون لي عليها مراجعة كاملة، اللي يعدل واللي يبدل واللي يلغى كلها تتحول من نظام فردي إلى نظام اشتراكي، لأنه أنا أؤمن بالنظام الاشتراكي وأريد فلسفتي بكل شيء. وبدأوا بلشوا ذول وشرعوا قانون. ذاك اليوم أحد الأخوة أعضاء مجلس النواب قلت له، أقول لك تدري هذا القانون بعد نافذ رقم 5 السنة 77 رقم كذا حتى لا تخون الذاكرة، السنة 77. قلت لهم يا أخوان هسا أنا مو من باب المقارنة، ذاك حكم فاشي، حكم يريد يسيطر، يريد يخلي أنفه بكل شيء، شرع هيش قانون وسوى القوانين كلها اشتراكية. هاي القوانين الاشتراكية اللي سواها البعث المحظور وعدلها وألغى أكثرها جاثمة على صدورنا بعدها، جاثمة على صدورنا. إذا جاوبني ليش بعد لحد الآن؟ لأنه أنا أقول لك ليش، وقايلها مليون مرة. ليش؟ القوانين التي تحاكي خبزة الناس وقوت الناس لا تقدم، وانشغلوا بالقوانين التي تحاكي السلطة. القوانين اللي تحاكي السلطة وترسخ السلطة ذبينا جل اهتمامنا بها ونسينا القوانين الأخرى. عدل لي قانون انتخابات، الغي لي قانون انتخابات. من يفكر بهذه الطريقة؟ عدل لي قانون مفوضية، الغي لي قانون مفوضية. من يفكر بهذه الطريقة هل هو الأصلح لقيادة البلد؟ قل للشعب. انت جاوبني. قل للشعب. يا عمي جاوبني. قل للشعب. جاوبني. قل للشعب. انت اخبو الاصلح. ارجع لك. انت اخبو الاصلح. وين الاصلح؟ لا بعيدا عن الاصلح، مو قلت لك هسه راح نجي على نفس الدوامه، دوامه من الاسمى. اقول لك. بس انت قاعد من يفكر والله سويتها طلابك. لا والله من يفكر بهذه الطريقه. لا تورط الرجال. من يفكر بهذه الطريقه. استاذ هشام بدول قلبك. استاذ هشام اكو اعلى واسمى، انا رجل عراقي شيعي وافتخر عربي وافتخر بهذه الهويه. اكو اسمى عندنا بوجداننا، احنا اسمى من المرجعيات الدينية. المرجعية الدينية ومكانتها وقدسيتها طلعت مرارا وتكرارا وخاطبت الشعب. اشكرك. لا وصلت. وقالت يابا ثورة على الفساد. وصلت. لا تكملها اصلا، لا تكملها. انت جاي تقول لي ذولا ما احترموا كلام المرجعية، تريد يحترمون الدستور؟ لا احكي على الشعب، مخاطبة الشعب. لا ليش ما تحكي على السياسيين؟ لا مخاطبة السياسي يريد يقبض على السلطة اخوي، يريد انا مرشح اريد اقبض على السلطة بأي طريقة. شوف المفارقة اللي سواها سابقا سابقا كان واحد، كل شيء واحد، قوم واحد، حزب واحد، كل شيء واحد، هو سوال اللي اليوم لسنا واحد. هاي المشكلة، احنا عندنا هويات لربما تتقدم على الهوية العراقية الوطنية، هاي المشكلة مال البلد. لو كنا فعلا كنا وجهة واحدة ما كان ضيعنا المشيتين، لحنا اشتراكيين، لحنا اقتصاد السوق، لحنا كذا، كلها باقية يعني ضيعنا المشيتين. فهاي المشكلة مال البلد لحد الآن الأمة العراقية سويها. مو مشكلة بلد، مشكلتكم. لا والله مو مشكلة بلد. لا بعد شنو العلاقة البلد من هيك؟ لا زال الإنسان بالأقضية والنواحي والمدينة بالمحافظات يخاف من مركزية بغداد، وبغداد تخاف من تشتت البلد. فإذا هنا بريمر الجديد الأقضية اللي جسر بيها والنواحي والمحافظات بالعكس تحكم. اسمح لي اللي برايمر يعني قضاء يسقط لك يوقف لك البلد كله على تك رجل. يجب ان انه نقسم السلطه والثروه بين بغداد وبين الاطراف. بينما اليوم مو هالشكل، بين الاحزاب تقسم السلطه وليس بين المركز وبين المناطق. قالوا نضعف السلطه المركزيه ببغداد، هسه بدنا نرجع الى المركزيه ببغداد شوي يعني ما قابلين بهالتوجه النظام البرلماني والشراكه بالشراكه الوطنيه وشراكه بالسلطه. اقول لك هي المركزيه لعبوا بها لعب، سووها 100 وصله، ساعه يعطون الصلاحيات للمحافظ، ساعه يجروها من المحافظ، ساعه المديريات لهذا. هسه خليها ساكته، انت اذا تفتح لها مركزيه يطلع لك الف باب ما مسدود خلال هاي ال20 سنه راحت. انا اشكرك، شكر جزيل السيد ينادم كنا عضو مجلس الحكم السابق على كل ما تفضلت به. وكذلك الشكر موصول للسيد ماجد نجباس استاذ القانون في الجامعه العراقيه. كان من المؤمل انضمام السيد عبد السلام برواري، لكن على ما يبدو انه تعرض الى وعكه صحيه. تقيكم ان شاء الله، اتمنى للسلامه. تقيكم ان شاء الله في حلقات قادمه. الى اللقاء.